Welcome to London. عاجبك الوضع ولا في شيء مضايقك؟ يا ميكروفون خربت المقابله خلاص ما نبي نقابله. وهذا انا مستانسه جدا جدا واحب اشكر اهلي على السفره الجميله الممتعه وسلامتكم وشكرا لحسن الاستماع. في اي اغنيه حابه تهدينها؟ يقولون العرب ان الغرام يا جايز شلونكم شو اخباركم؟ يمكن هذا راح يصير اكثر فيديو شي كله عشوائي، ما ادري صراحه شنو قاعد اصور، انا بس قاعد اصور اللي قاعد يطلع معانا، فما ادري شنو الترتيب، فانتوا طوفوا يعني ما اتوقع راح اطلب لكم هذا شي سوينا ما ادري. احنا وصلنا امس وطلعنا تمشينا امس وكذي، الجو بلندن وايد حلو، مرات يطق مطر، مرات بعدين يصير برد، مرات يصير حر، فمو معروف الجو يعني ما اقدر اقول لكم والله برد ولا ماكو. انزين فقمت اليوم الصبح الحين ببدل وشوي شي عدلت وجهي لانه كان وايد تعبان، انا اخر تقريبا اسبوع هذا كله ما قاعد انام عدل، فيا شي تمكشت شوي يعني حطيت كونسيلر واضاءة وبلشر وشي، وبحط الحين الحمرة، بحط هذه مالت ميك اب باي ماريو، الحمرة اسمها ايرن والمحدد اسمه سموكي بينك، فعشان انا ادري انه تسألون دايما على الحمر كذي. ها شوف الحين الشمس طلعت زي نوع عيسى قاعد يبدلون، قعدت وايد مبكر، انا قاعدة هني توقيت لندن قعدت الساعة 5 فير يعني عرفته الصبح جي تميت بالفراش لين صارت الساعة 8 لا لين صارت 7 لان الحين 8:30 انا اوريدي كنت متنكجة. اوكي فابي اروح وايد مبكر عشان ناخذ قهوة نتريق عشان ما يوعون علي بعدين، لان اذا دشيت السوق وجي وطولت راح يعصبون. هذه الحمراء فابيهم يتريقون يخلصون دندش السوق، والله يعيني على عيسى بالسوق لانه ما يحب. اوكي فيا يلا خلينا نبدل ونشوف شنو بنسوي ويلا ليتس جو. شنو الجنطه اللي خايفه انها تضيع حاطينها؟ يلا شنو حاطه فيها؟ كريم. اوكي لحظه خلينا نشوف زين شايبه معاها كريم. هذا شنو هذا؟ هذا الجل اللي حطه على الحبوب. دفرين اوكي. وهذا كريم حق العين. هذا الكريمات اول، هذا كريم بعد. ليش مو مسويه جنطه حق الكريمات يعني سكين كير وجنطه حق الميك اب؟ ليش خلطتهم؟ لحظه شكلي نسيت في كريم نسيته. حلوه. لحظه ويت وينه؟ لا كاميرا. هذا كريم قبل الميك اب. اوكي. غسول وينه؟ بنجيب جنطه ثانيه. اوكي. اوكي مرطبين. بعدين بس ميك اب. شنو الميك اب اللي جبتي؟ باودر هدا بيوتي. وهذا البلاشر مع الهايلايتر من اوبرا، وهذا البلاشر من ماك، وبعد هذا من شو اسمه؟ رير بيوتي، هذا هابي. اي هابي، وهذا من ميك اب باي ماريو. بلاشر.
هذا إيه هذا كلهم بلاشرات. هذا مبيوق مني، يلا ما يخالف. زين المسكرتين هذول تخلطين هذول الاثنين مع بعض، فانتي بيوتي وهدى بيوتي. إيه. اوكي ومره حط هذه ومره هذه يعني كذي. زين وعشان اذا صار يعني شيء تكتل اوكي. وبعدين جايبه هذه بيوتي بلندر. إيه بيوتي بلندر. اوكي معلش ما شفت انا تعبانه انا تعبانه. اوكي او هذول كم بلاشر جايبه انتي؟ عشان يعني على حسب أنا... كلهم وردي اللي انت جايبتهم كلهم وردي. اي بس يعني على حسب يعني مره يمكن يصير ابي هذا لا هذا شو لازم اوكي هذا ابي هذا يعني هذا وهذا وهذا إيه؟ كلهم نفس الدرجات إيه؟ تقريبا يعني على حسب انا يمكن اليوم ابي يعني هذا ملك شلون ايه نروح نشتري؟ لا ما نروح نشتري إيه؟ اوكي حق كونسيلر يت هذا اللي كل مره استخدمهم مالتنا هم ويبت ايلاينر. اوكي هذا ايلاينر اوكي بنفيت عشان من يسوي لي عشان يسوي لك الخط صغير اللي انت مقتنعه انه ايلاينر. يلا ما يخالف الف برايمر لازم بس انه يكون تي ليفت مو انه يكون ايلاينر. عرفتي شلون؟ يلا زين أوكي. بعد بنيت هذا من ملك بعد هذا بستخدمه بدال مال هذا يعني هذا برونزر هذا صح؟ اي اوكي هذا مشت الحواجب. اوكي هذا انت للحين مقتنع فيه اوكي. وهذا مشط حواجب ثاني. هذا شنو؟ هذا بس مشط. شلون بس مشط؟ يعني بس يمشط. أيه. فرش شنو هذا من وين لك هذا شوف هذا من وين؟ شنا من شيئا. متى طلبتي من شيئا؟ زين خلينا نسوي خلينا نشوف لانه بس ما قاعد يصير فوكس وانا ابي اشوف هذا عدل بعدين. اوكي بعدين. انزين بيوتي بلند اسفنجه مالت هذا. لحظه ويت شوف الحين. في بعد وحده اوكي. اوكي جبت بعد هذول من شارلوت الاضاءات اللي بس يجي. الكونتور من هذا الف اوكي وجبت هذه الليب بامبر وهذه الحمراء من ديور اوكي والبلاينر من شارلوت ترى بطيء شي صاير هذا يعني خليك اسرع اسرع نشاط نشاط اوكي جبت هذول عشان ريدي انتي ليش ما قاعده تحطين الشباب يصير جبت لك اياهم ليش ليش خذيتي هذول هذول اللي كانوا قدامي والله زين مو ملوتك هذول ملوت لفافاتي تضحكين والله هذول ملوت لفافاتي اي عادي لا يشيلون الشعر بعدين حق البشر بس فرشه واحده جايبه اي انا اسوي كل شيء بالهذي بس والله هذا اللي جايبته ويت جايبه بعد بس حطيته بالجنطه الثانيه هذا المهم خلينا بس هذا البارت الحين خلينا ننطر عيسى بس وعشان نطلع يلا لان انا ما احب اقعد انطر وايد ايش رايكم بالنظاره هذه اللي خذيتها من زهره هذا هم الجاكيتي من زهره خليني اراويكم جاكيتي هذا مع زيونه مسكي صوريني صور هذا الجاكيت مال زهره هذا جينز الجوجي هذه الجنطة الجديدة حلو هذا الجنطة الجوجي نيو بالانس حلو شكلي يس صج شنو خلاص ليش خايفة ما يخرعون والله روحي ما ابي اقرب بس من قريب صج صج واحس حمار هذا 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 وينه طاي حيل والله حلقة يطالع يمه ايش اللي خرعك تكفى يعني اقولها بس اوكي ابي اصورك مع هذا اول شيء هو وايد قريب ثاني شيء حوالي اول شيء ابين صدقي لانه يعني في وايد ناس صدقين انت لان تشوفين تيك توك اللي شيء فجاه يتحركون وما شنو صح؟ ثالث شيء لان اذا حتى لو ما كان صدقي راح تجي حمامه على راس او تحتي يمنه فبسرعه خلينا نخلص الصوره هذه خلينا نخلص الصوره بسرعه بس خلينا نخلص من الموضوع وايد حلو كل شيء اشياء باربي مناسبه بس ماني عارفه شو البراند بس وايد حلو ابي كذي الحين حمد لو يشوف يقول لي انا اصبغ لك اياها والله حلوين بس انا احس خلاص يعني انا شريت بس حلوة عجبتني تعالي في الكلتش اللي هناك خلينا نشوفها تعالي هذه شوفي واي الإضاءة قاعد تصير مو شيء تشوق هذه
ادري الموسيقى بس احنا قاعد نتكلم فما راح يبين، بس يعني اللي تبي جنات خوص ممكن تشوفه بجوفنشي في اشياء. هذا طلب عيسى، هذا طلبي انا، طلب حمد، وزيونا تقعد طالعنا. لا 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 زيونا الحين ما هي طلبها. بس الفيو وايد حلو يونس، والجو حلو برا. هذا المطعم موجود بسلفريدج كذي صاير ديكوره وايد يونس، وايد حلو. Yes. Can we have ketchup, please? Yes. One, two, three. Woo! أشوف زيون. هذا تبينه؟ إيه. بس عارف. يلا. شلون؟ شو تحسينه؟ أحس شوي كبير. لا لا. دني على الجنب. على الجنب. خلي أشوفه على الجنب. إيه حلو زيونه. لا 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 الثاني ثاني احلى. اقلب ريلك يمين. ايوه عيسى راونا 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 الوقفه مالتك هذه شلون. لا لا شلون توقف شلون يلا شلون. والله صعب اللي مسويه بس حلو. عيسى خذه توه هذا الجوتي والبس على طول. انا سوي. يلا سوي. ما تعرفين شوفي هو كامله طاعي مفترة كاملة. إيه لا والله ما شاء الله عيالي معاقين. طبعا احنا ركبنا تاكسي وانا كلش ما ركبت تاكسي بلندن. ليش؟ لان الاخت قاعدة تبكي من الحمام. لازم اقول لكم سالفة. دشت المحل وطلعوا بويها ناس وهي كانت تبكي وتمسح دموعها قدامهم وهم يطالعونها انه ايش فيك؟ تخيلوا بس قاعدة تبكي من الحمام مو قادرين نمشي بالشارع. الحين تونا ركبنا تاكسي ثاني عشان نروح مجمع جديد. مو رايحين من قبل، مو رايحه المجمع من قبل ولا انا. ايه ولا زي ولا زين. اسمه باترسي. باترسي ستيشن. باترسي شنو باترسي؟ بعدين تكملت باور ستيشن. باور ستيشن باسمه من ايش كل يوهقني. معلش معلش. المهم الحين بنروح المفروض شي يعني، لان الحين لازم ندور اشياء اندور عشان الاخت اللطيفه نقزاز فوق الطاوله. بنشوف شو يسمونه شنو نسوي وشنو الوضع واقول لكم اذا حلو ولا لا. انا من قبل رايحه ويست فيلد هذا بس ترى ما احبه، يعني انا بلندن ما احب مجمع بس يعني بعد نقزاز فوق الطاوله حكم الحكم القوي. مارك سبنسر هني موجود زارا. خندش دام لأن بأكسفورد كان وايد زحمة كان لويا فقلنا هني. شنو في منك؟ جمعية كورية. في جمعية كورية زيونا. تبون أنا دش وين؟ تعال تعال خندش خندش معاها. أتوقع في مني أشياء حلوة وهادي. هذه هي الجمعية. هذه يا حمد. يشوق زارة زيونة. اخذي لك هذولا ماما تعالي بسرعة يلا اخذي لي هذول. يشوق زارة كله مسوي حق باربي ينن. هذولا اليدد ملوت شانيل. شوق الممر. الحين بنروح نتغدى. خلصنا من السوق شرت كل السوق فالحين ردينا قطينا الأغراض بالفندق ورايحين نتغدى. فيا طعم جميل. ها زينا شو
رايك ببيج بن؟ انا جدا جدا فرحان لانه من زمان كان ودي اجي ولا ما توقعتني راح اجي لانه حيل اخاف من الحمام وكان كل عبالي اوفر حمام هني بس يعني احس ان اسبانيا كان فيها حمام اكثر من هني اسبانيا كان فيها ومثل ما انتم شايفين بيج بن ورانا وهناك النهر نحب نسوي لكم جولة وبيج بن وينها؟ الحين قاعد ندور على شي اشياء ناكل برد اشياء كذي في خل اصور لكم هالصوب حمام وين الحمام والقهوة والأجواء الحلوة ترى عادي عادي يا جماعة والله اللي قلت لزمان شكله حلو بس ولا كلمة عيب سو ما يخالف العفسة اللي ورانا بس لأن في أشياء أبي أدخلهم بالجنطة قاعد تصير وايد لوية أنا ما قلت لكم ترى ما كتبت اسم الفندق لأنه ترى مو وايد حلو يعني هو موقع زين بس أنا ما عجبني وايد اوكي سو براويكم على السريع قبل ان حمد قاعد يدخل بالجنات قبل الله شو يسمونه انه يدخل اشياء براويكم الاشياء اللي تشوق يعني مثلا من زارة خذيت اللي هو العطر مال باربي والبادي اويل هذا اللي في شمر صورت لكم لقطات بس هذول اللي خذيتهم العطر شوي غث بس هو شكله حلو صراحه حط ديكور يعني هذا يونس الثاني عطني هذه الصور هذه مو وريتهم شريت هذه بجامة من بري مارك عرفتوها اللي احبهم هم على باربي عيسى خذها على برجر وانا خذيت هذه على باربي زين كحمد اللي احط كان حطيتها مني يعني صورت خلصت خذيت هذولا هم من زارة وخذيت شوفوا خلنا نبدي ميك اب خذيت من سيلفريدج وايد ميك اب خل ببلش بشانيل شانيل خذيت حمرة وايد حلوة اللي هي روج ألور إنك اسم الكوليكشن رقم الحمرة 168 حتى قال لي ان هذه وايد يعني جديدة ووايد عليه يعني صارت سولد اوت وكذي بس كان اخر مو وايد سولد اوت يعني وايد مطلوبة فكانوا اخر حبتين خذيت واحدة اوكي وهو جرب لي اياها وايد وايد عجبتني وخذيت هذا القلم شفتوا القلم اللي عندي اللي لونه لا هذا مو القلم هذا ليب جلوس اتمنى انه ما يكون نفس اللون اللي عندي هذا درجته 716 وخذيت عرفتوا القلم الكحل اللي عريض اللي لونه بني رقم 12 خذيت نفسه بس 8 بنفسجي غامج حسيت لونه حلو وانا ليش احب هذول انه بس تحطين كذي على الجنب تدمجين كذي بيدك يصير عرفتوا وايد سهل يعني وايد سريع خذيت كونسيلر اللي هو 40 هذا المعتاد مالي وخذيت هذا اللون اسم الدرجه 14 نفس اللي هم هذول اللي شفتوا الشوكليت اللي خذيته هذا شوي يصير على كذي ما ادري غريب اللون لا هو رصاصي على توب يمكن شي شوي ما ادري بس عجبني مع البنفسجي حلو كان اللون يعني ما عندي انا الوان كذي اوكي ولوس باودر حط لي البيضة يعني انا كنت اوريدي متمكجة فهو يا وقعد كذي حط لي هني وتحت عيني فشي صار لفت ما ادري شلون يعني المهم هي رقمها 1 هذه بيضة شفافة فعجبتني وايد بس للأسف ما يسوون منهم صغار يعني كله كذي كبار وهذه الإضاءة
كذي صاير لونها. طبعا الحين هني الإضاءة حيل سيئة فما يخالف، بس لأن أخاف إن راح أطول وايد عليكم على ما أراويكم، فقلت أراويكم الحين لأن بعدين راح يصير ما في وقت. وبعد حمد هذول الشانيل أتوقع أبيهم بال، ولا يمكن راح أرد أفتح أنا خلاص. أوكي، ونارز منزلين اللي هما البلاشرات الجديدة الليكويد بلاشر، هذولا وايد في ألوان حلوة. أنا خذيت بيهيف عجبني لونه، أو خلينا نقول يعني مو شيء مشابه اللي عندي، يعني حاولت إنه عشان تصير الألوان مو متكررة. وهذا ماك كورك خذيته، وخذيت الوردية لأن الوردية حلوة ترى. ومنزلين ماك شو يسمونه سكين تنت وايد حلوين، خذيت ميديوم 2 وميديوم 4، تحطينهم شي يصير الوجه شي يلمع وشي، هذول يدد. فما ادري، ما اتوقع انزلوا عندنا اللي صايرين كذي، وايد حلوين ميديوم 4 وميديوم 2 عجبوني. وهذا هم من نارز انبروكن اسمه حمرة كذي، هذه هم لونها حلو. ومن وستمان أتيلر خذيت هذه لأن حيل عجيبة، كومباكت باودر بس وردية. ونطرة ونطرة ونطرة، شي صاير الباكجين مالها شي من داخل، شوفوا وايد حلوة، وايد عجبتني. فيا ثقيلة. وخذينا بعد طبعا شانيل عطوني هدية، عطوني فوطة مالت وي حدها حلوة، يعني هذول شي هدايا حلوة مو عندنا. شوفوا كذي مكتوب عليها شي شانيل حيل حلوة. هذه خلاص ما نبي هذا. انزين هذول ملوتك، هذه اللي هي مال البيوتي بلندر مالت مورفي وأريل خذيتها بعد. طبعا شانيل وايد عطوني شي كريمات واشياء، خذيت هذه من اربن اوتفيترز، ريل تكنيك خذيت هذول البيوتي بلندرز، هذا حماية حق الشعر وهو هير ميست في 30 اس بي اف حق الشعر وال شنو السكالب شنو القمة، فهذا حلو حق يعني وقت التان عرفته، لان كنت قاعد ادور لان خلصت كريستاس اللي عندي باجي فيها حيل شوية. فهذا اوكي. وبعد خذيت هذولا من مروكن اويل، نفس هو ماسك بس حق يعني يطلع شوي لون الشعر، هذا على روز جولد وهذا مكتوب على شامبين يعني على اشقر عرفته، تحطونهم بعدين تخلونهم شوي بعدين تغسلونه، المفروض انه راح يعطي شي لون حق الشعر، فما ادري احس ما يعني انا مو مجربه شيء كذي، راح اجرب واقول لكم. وخذيت من هذا فرانك بادي اللي هو الشاركول فيس كلينزر، هذول سوالف حلوه حق السفر يعني. وبعد خذيت منهم بادي سكراب، ومن هذا البراند خذيت دراي شامبو، هذا البراند اللي اسوي فيه سليك، خذيت منهم هذا شو اسمه الواكس مال الشعر. اوكي، وهذا البراند انا مجربته وايد من زمان، دراجونز بلود، بس هو اي ثينك اسمه روديل، هو كلينزر يعني حق يشيل المكياج، بس عجبني انه مسوينه شي حجمه صغير و فراح نجربه واقول لكم. طبعا خذيت سوالف شي هذول كادلي شو يسمونه، هذا سول دي جانيرو، هذا من وي نازل جديد روز هير اند بودي اويل، شي لونه وردي بس شوي مو مبين بالهذا، بس ريحته حلوه. جت تو بي السبراي، هذولا شفتهم بتيك توك ملوت ميبيلين سيتي برونزر، يقولون انه وايد حلو درجه 200، انا حسيت ان درجه 200 وايد فاتحه، بس خذيتها 200 وخذيت 250،
كانوا شلون يسوون؟ يبون فرشه وايد كبيره يسوون شيء وتطق الطق 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 يخلي شكله شنتان. فراح نجرب ونشوف. وخذيت هذه من Urban Outfitters لانه وايد يونس. وهذا بعد، هذول الخرابيط اللي انا احبهم. هذا شيء حق الحواجب، جل حواجب. فبعدين لما بطلع راح اقول لكم شكله كبير شيء حجمه. وخذيت هذا جينجر بريد ويبت شاور فوم، شي ترشونه يعني نفس شاور جل وكذي. هذا بعد تذكرون الاحمر اللي راويتكم اياه، لقيت منه ازرق هم شاور جل حق عقب التان، فخذيتهم هذول ايربن. وبعد من زارة خذيت هذول الخواتم، بس نطرهم كذي. حسيت يعني ما ادري كنا حلوين الحين حق السفر، خذيتهم. اتشنم خذيت بعد خواتم، خذيت شي، وخذيت بعد واحدة ثانية وردية. وخذيت اكسسوارات وشي واشياء من هذا اذر ستوري، ما ادري حبيتهم حلوين. وبعد هذه من ايربن تتعلق علاقة. وخذيت هذه، انا خذيتها مو بس لانهم ورديين، لان الجنطة وايد حلوة راح تصير مفيدة فخذيتها. وبعد Got to be مسوين باودر ستايلينج سبراي فخذيته، راح اجرب واقول لكم. والاحبة هذا مال جارنيي شو يسمونه اللي يشيل المكياج، مكتوب سوذينج تونر. اي وانا تشيلت يعني عبالي هذاك اللي احب الروز، خذيت ثلاثة. يلا مو مشكلة. المهم خذيت بعد هذا مال لوريال، اتوقع موجود بالكويت ما ادري، بس انه هو عقب ما تغسلين شامبو تحطين كذي تفركين شوي مساج، تخلينه 8 دقائق بعدين تشيلينه، راح يعني راح يخلي الشعر رطب وكذي. وفي هايلورونيك اسيد حق الشعر، فراح نجربه ونشوف. وخذيت من بعد من شانيل اللي هو هذا الجديد اللي نازل، هذولا بس ينباعون بشانيل بوتيك ملوت الميك اب، يعني مو اي مكان، لازم يكون بوتيك مال ميك اب. مو منزلين شي الالوان اليدد هذولا اللي منظره وما ادري شنو، في كولكشن شي نازل. المهم خذيت انا الصفرة، وخذيت حق رفيجتي الورديه، وخذيت هذه مالت الفرش الورديه. يعني انا ما كنت ابي هم ينزلون نفس اللون، بس انا كنت شي ابي امكس لان هذا كان عاجبني والمنظره الصفراء عجبتني، فشي مكست. هذه فيها 3 فرش تي هذه الفرشه. احلى شيء ان هذه الفرشه اصلا ما عندي، عشان شي ما تحسبت يعني لما خذيتها. هذه اللي هي 110 تي كذي. وهذه الفرشه هذه عندي، بس هي هم وايد حلوه. وفي هذه ما عندي اياها، هذه مالت تبين شي يعني عيون اشياء، فيها صوبين هالصوب وهذه، فحلوين. وبعدين طبعا انا اقدر احط مثلا اشياء ثانيه، يعني احط البلاينرز الكحل والاشياء هذه. حق نور خذيت المنظر اللي نفس هذه هاللون يعني الفوشي، بس لان انا وايد شريت اشياء على باربي فتشبعت من الوردي والفوشي، فخذيت المنظره الصفراء مع هذه يعني عشان يصيرون شي، عرفتوا؟ حلو. اوكي الحين بعد شنو عندنا؟ اي خذيت سماعة، مو سماعة شو اسمها؟ هذه مالت الاسطوانة، مو انا شارية اسطوانات المشين على وردي، خذيتها عشان حق داري. فيا تلقى المنظرة تنكسر، هذه بخليها معاي بالكريان. هذه عادي ليش اخاف يصير وايد يعني ما تنعوي شيء؟ اوكي زين هذا فاضي. شنو بعد اشياء؟ وبعد اوكي هذا ما بيها بطلة شي، بعدين راح يخترب. هذا شي نفس بطل في كبريت،
راويكم اياه بعدين، هو حق الدار الجديده، هذول كلهم حق الدار الجديده، راويكم اياهم بعدين، اخليهم داخل لا ينكسرون. جايب صحون وقلاصات وشي اشياء، فحرام اخاف اخربهم. خليني اراويكم بعض الاشياء من زارة. شريت بنطلون ابيض عجبني شي مال دوام، عاد هذول ان شاء الله احصل لينكات حقهم. كذي صاير وايد حلو. وخذيت بعد كذي تصير تنورة كذي معاها، هذا مالها عرفته، فسايرة كذي فيست مع هذه، شكلهم وايد حلو. اوكي، والكوليكشن مال باربي خذيت هذا كذي مع الشورت ماله، حد يشوق يعني شي، تخيلت داري كلها وردي والبس هذا شي وانا قاعده بالدار، وايد يونس. خذيت بعد هذا التيشيرت، وهذا شذي صاير بس ورا في بيت باربي، حد يشوق وايد حلوه. وخذيت البيجامه بعد تصير شذي ورديه. تدري شنو كان ناقص؟ خلي يخلون ريش هني، خلون ريش وردي على الكم، بتصير تشوق والله مع بنطلونها. اوكي، في اشياء وايد بعيدة، خليهم بعدين تشوفونهم. ومن ايربن خذيت هذي، عجبتني البلوزة، حسيتها شي حلوة مع جينز. بعد خذيت هذي شي، هذا كروب فيشوق شي مع ليجينج وانتي تنظفين بالبيت، عرفت الموديل. خذيت دلاقات ملت نايكي، شريت بعد جوتي من نايكي، هذا كله حلاو هني، الحلاو اوفر غالي اوفر، يعني انا كنت اشوف حلاو امريكا غالي، لا هني بدعوا عادي، يعني بدعوا مو طبيعي. في بعد هذي شريت هذول، حسيتهم حلوين. شنو بعد في اشياء تشوق؟ هذا القهوة، هذا شنو طايح مني؟ دلاقي ردوا الكيس كذي عشان ما يبين. اوكي، هذا الدلاق اللي خذيته، الجوتي اللي خذيته وايد حلو. هذول شنو؟ مو هدومي. اوكي، شنو بعد؟ في اشياء بعد تشوق ثانية؟ هذا بعد خذيته ونس فوم، فشكلهم حلو بالحمام. خذيت هذا في واحد ثاني بعد شي فوم حق يعني جل شاور، حس وايد يعني شي شكلهم يشوق، ما ادري عاد هم زينين ولا لا، بس شكلهم يشوق. اوكي، H&M خذيت هذا، ذكرني بسكيمز، خامته شي حلوه ناعمه ستريتش، حسيت شي حلو مال عقب الشاور، تقعد تشورين شعرك مبلل شي، احس ما ادري احب انا شي اشياء زين. هذول H&M، هذول يعني كيت ونبي عرفتوا، بس يعني حلوين، صور فيهم بالبيت، سوي توتوريال. هذا بعد H&M، لان انا وايد مع الوردي والاحمر، بعد انتوا قلتوا لي انه وايد حلو علي وردي واحمر. خذيت بعد هذا من H&M البنطلون، حلو شي شكله حق دوام، لونه حلو شي واسع نازل يعني وسيع فحلو. اوكي، هذا اذر ستوري، ماخذه هذا، ما ادري ليش اتوقع فايب الدار مالتي والله، حتى شوي عقب ما شريته كان يصير فيني انا ليش شريته، يعني غالي مو رخيص، فليش خذيت هذا، ليش ما خذيت بليزر ولا شيء كذي، بس ما ادري شي يعني، ما ادري احس يعني شي لما اكون بالدار وانا قاعد اصور لكم يعني شكلي شي ما ادري. اوكي، وهذا من زارة، صاير كذي والشماله كذي، فحلو حسيت حلو مع البنطلون الابيض. وبعد خذيت هذول النفانيف، شوفوا هذا شوي ذكرني بشماق، بس ترى مالكم شغل بالالوان، ترى بالصدق لونه حلو كذي صاير، بعدين نازل واسع، واحلى شيء ان الطول زين ما يحتاج اقصر وكذي عرفته. وهذا الثاني بعد لما نزاره،
هذا لازم ينلبس هذا عشان يبين يعني، ما ادري شلون طريقته، بس كذي بعدين كذي في وايد خامات عرفتوا، هم يونس شي وساع حلوين وايد شي شكلهم شي صيفي يونس. وخذيت هذه بس يعني ما ليش هم ضحكوا علي، بس ما ادري انا عجبتني شي صايرة تنحط على الراس، فتخيلوا شي نفنوف اسود وهذه شي على الراس وحمرة حمرة وطالعين تعشى، ما ادري حسيت يعني يعني لوك عادي حلو. بعد هذا خذيت شي صاير هم حلو والله. ما زي والله هذا شنو اي قياس ماخذه زيون تكفى اي قياس شنو القياس اكس لارج وي وانا اقول لها ميديوم هذه انا بجام لا هذه بجام زيون هذه اللي بس قميص اي هذا انا انا هذه اللي تحكني هذه انت صح انا اي هذا انا حط اغراض عيسى معاي عادي عطني عطني شريت هذه المطارة من بري مارك شوفها حلوة حدها ناعمة شي حق الظهر حلوة عطني هذا يشوف حلو هذا بعد من بري مارك شوف ان شاء الله التصوير يكون واضح بس حلوين هايلايترز شنو هذه؟ لا بجامة مالتي. أوه هذه هذه حلوة. هذه بعد مالت شعر. أنا وايد عندي من هذول ترى. صار وايد. ملاتي ملاتي. حلوة لونها. حلو. أشوف زيون. أنا ما أتوقع جنطة زيون راح تكفي أصلاً. صدق؟ هذه فيها لندن ترد الروح من بعد نظرة. أوه يا ربي في النوم. هذه زيونة. هذول كفرز فرش أسنان. هذول. شي تحطون بعد مال اسنان فرشة اسنان تحطونها وفوط صغار على باربي هذا على باربي ها ها حمد حمد هذا كسارة وملقط وهذه حق لابتوب جنطة حلوة شي بادت عرفته وهذا بعد مال شو يسمونه شاور هذه بس كنا ألوانهم حلوة هذول ملات سفر ألوانهم هذولا شي يعني أشياء تشوق أنا أحب كذي حسافة ليتني جاي بليت تليفون كبر وهذا واحد ثاني لما تجي يا شي تخيل لو داخل الشاور هذول شي الاثنين شي بعض يشوق بس هذول في اشياء تشوق بعد في ليت مال سيلفي وينه اخاف حذفت ها ايه عطني هذا شوفه بس حلو انه طبعا من داخل شي في اشياء مقسم في تقسيمات عشان اسجل لكم شنو بسوي شنو ما راح اسوي حق يوتيوبي هذا وفي قلم مو حاطين ستيكرز لا فيا اتوقع هذا تقريبا الاشياء اللي هذا اذا بعدين طلعت اشياء حلوه راح تشوفون بعدين بس يعني كنت ابي اراويكم هالسوالف الحين ابي اروح اتسبح وشوفكم باكر يلا باي جود مورنينج شلونكم شخباركم الحين رايحين نودي عيسى M&M فش يسمونه فبنوديه بعدين بنروح نتريق وكذي المشكله برا ما قاعد اقدر اسوي يلا قولي هاي هاي
برا ما قاعد اقدر اصور وايد فلوجات لانه شوي يعني لوير، فما ادري ايش اللي قاعد يطلع معاي. طيب هذا الوضع الحالي. سو تسبحت ولبست بجامتي وسويت شعري، بس قلت قبل لا انام ابي اراويكم الاشياء اللي خليتها معاكم لان عاجبني كنا كلهم عرفتوا هاللون يعني. وناسه حتى اخذت معجون الاسنان الجديد قاعد اجربه، وقاعد اجرب هذول مالت جيزو الشامبو هذا الجسمه الليف ان، بس الماسك ما جربته والله ما كان لي خلق. ونسيت الشامبو لحظه. اوكي هذا الشامبو وهذا البلسم، هذا طبعا حق الجسم. هني شنو جايبه معاي؟ هني جايبه جلو ريسيبي، طبعا هذا خلاص خلص بس راح ينقط. اللي هو شو يسمونه الناين سيليمايد، الدروبس الناين سيليمايد والغسول الكريم، هذا حاطه فيه الميك اب ريموفر مالي. هذا شو يسمونه كلارنس، هذا مال العيون استيلودر، وهذا في ماي ورد. فيا هذه هي الجنطه مالتي، ماخذ الفرشه البيضاء. فيا هذا حطيته تحت. فالحين خلصت كل شيء، هذه بعد الصابونه مالت الميك اب شو يسمونه اسفنجات وكذي، وهذا مال ريتشولز شريته احب عشان اغسل فيه ايدي. فيا راح نسكره بس باكر اكمل هالاشياء مو مشكله. الحين ابي اروح انام. ما يخالف التصوير مو واضح لانه ظلمه، بس يا جود نايت راح انام واشوفكم بعدين.